احنا هنا ارتباطنا ايه بالقرارات دي؟ كل ما بيرفع سعر الفايدة، معدل التضخم اللي موجود، رئيس الفدرالي الامريكي اوضح ان احنا لسه قدامنا يعني طريق عشان نوصل للمستهدف اللي هو 2%. ده معناه ايه؟ يدي الاشارة ان لسه من المتوقع ان يكون في رفع زيادات اخر للفايدة، سعر الفايدة. للفايدة الامريكية. ده التقارير دي المحللين او صانع السياسة النقدية في الدول عموما بتتابع ده، وبتقدر تشوف بقى الواقع عندها، هل اقدر ارفع ولا اقدر اثبت. طيب في الواقع المصري احنا عندنا معدل التضخم اللي طالع من جهاز الاحصاء وصل لكام اخر تقرير؟ 36 يعني و8 قربين. من عشرة. الاكبر منه بيبقى البنك المركزي 41%. بيزود شويه. الاختلافات في والاول الرؤوس زادت. معلش معلش في الحكايه دي عاوزك تشرحها للساده المشاهدين، طيب لانه الاحصاء بيطلع نسبه تمام بيقول ان التضخم 36 بالظبط وكسر، لما يجي المركزي يطلع النسبه بتاعته في التضخم فتوصل 41. تمام. ايه الفرق؟ عشان لانه الفرق الناس يقول لك ايه، انت عارف المواطن بياخدها يا جماعه ارسل لكم على هو اللي هو التضخم بيشكك 36 في دقة البيانات او طريقة الحساب. قول لنا ايه الفرق. طيب مبدئيا كده الجهاز المركزي لما بيعمل التقرير ده بيعتمد على 200 باحث بينتشروا في كل ارجاء الجمهورية، وبياخدوا في حسبانهم 1200 سلعة وخدمة، وبيشمل التقرير ده المدن والريف، وبيقدر بعد كده يطلع شامل كل السلع، 1200 سلعة في المدن والريف، وبعد كده بيطلع الوزن النسبي وبيقدر يطلع منه معدل التضخم اللي هو 36%. تمام. ليه بقى بيفرق عنه البنك في المركزي؟ مركزي بحوالي 5. لأن أول اختلاف هو بياخد معدل التضخم أو الأوزان النسبية في المدن بس، مش في المدن والريف. طيب تاني حاجة إن أنا عندي أسعار متغيرة زي الخضروات والفواكه، فدي كل يوم أو كل بحال. تقريبا 3 أربع أيام ليها أسعار تانية، فهو عشان يقدر يكون أدق في الرقم فبيستبعدها. حاجة تانية الأسعار الإدارية اللي هي الخاصة بأسعار الغاز والبترول والكهرباء، دي طبعا أسعار بتبقى من الحكومة، فكده كده لو زادت كده كده المواطن بيلتزم بيها في دفعها، تمام. فبيشيل الجزء ده وجزء الفواكه والخضروات، عشان كده الرقم بيكبر لان عدد السلع بيقل فالوزن بيكبر. يعني انا هنا الرقم بتاع الاحصاء صحيح والرقم بتاع البنك المركزي صحيح، انا بشوف هو بيقيس بناء على ايه. بالظبط. تمام، هو مفيش تناقض في يعني. النهايه البنك المركزي بياخد التقرير اصلا بتاع بتاع جهاز الاحصاء الاحصاء اشتغل عليه. بيشتغل منه، هو ما بيعملش تقرير منفصل، فالاتنين مرتبطين فالاتنين صحيح. ببعض. طيب نرجع ليه الفكره بقى، انه القرارات كنا بنتكلم على القرارات الامريكيه و تأثيرها على عندنا هنا، لانه احنا الرفع اللي تم ده، وانت عارف ناس كتير بتحاول يعني تجتهد في مساله فيما يتعلق بالتعويم وما يتعلق بيه، انه انت تتوقع ايه في هذا الملف تحديدا؟ بص انا اقول لحضرتك، انا انت عارف اتوقع الناس حاطه مواعيد، حاطه ده مواعيد المواعيد دي تقريبا محطوطه بقى لها اكتر من شهر فات، حاطه يعني كان مواعيد تقريبا بيقولوا بعد العيد او قبل العيد. فقول لنا يعني ما ترى. طيب احنا دلوقتي لما قلنا معدل التضخم 41% بتاع البنك المركزي، عشان احنا هنشتغل في السياسه النقديه التابعه للبنك المركزي. طيب في ظل ارتفاع التضخم العالي ده اللي موجود، لابد ان هو يرفع الفايده تاني بمعدل 1%، ده توقعي، لان لابد ان انا احاصر التضخم. عندي مشكله تانية، لازم يرفع بنسبه 1%، لازم يرفع اللي هو في اجتماع يوم هو 3. لغايه دلوقتي هو 19 وربع، تمام، يرفع 1% يبقى 20 وربع. ده متوقع، ده اللي المفروض يحصل في الاجتماع بتاع 3 اغسطس المفروض. المفروض. المفروض ليه؟ لان انا عندي معدل تضخم بقى الاعلى في تاريخ الاقتصاد المصري، ما احنا ما وصلناش لل 41، ل 41. فانا لازم احجم التضخم. بس عندي اشكاليات تانية، ما هو المشكله مش في الرفع بس، انا عندي اليات سوق، انا عندي تجار، انا عندي سيطره رقابيه على الاسعار، ممكن زي ما اي شركه بتنزل اسعارها، ولكن في بعض التجار بتستغل الازمه دي في رفع اسعار مبرره، فده غير مبررة طبعا، فبتخلي المشكلة بتزداد سوء، وبتخلي الرفع 1% ده ممكن يفقد تأثيره.
ان هو ما يؤديش للمستهدف. احنا محتاجين شغل بالتوازي عشان نقدر نحل المشكلة الرئيسية اللي عندنا اللي هي نقص العملة الدولارية. دي اعتقد دي مشكلة المشاكل. دي مشكلة العمود او دي مش جاز التعبير يعني دي مشكلة في العمود الفقري. بالظبط كده. طيب احنا دلوقتي عندنا الدولة شغالة على الطروحات الحكومية. شركات ووصلنا لمليار و900 مليون. بالظبط. المفترض وفقا للمؤتمر الصحفي اللي صدر اعلنه الدكتور ان هيكون في مليار دولار في اغسطس وفي حصيله تانية هتخش في اكتوبر. طيب طبعا عشان برضو ناكد ان دي مش بيع لاصول الدوله، دي حصص شراكه بنسب، والمستثمر الاستراتيجي ده يعني معناه ان انا اللي هيجي لي ده يكون فاهم في الصنعه او في القطاع اللي هيستثمر فيه عشان يقدر ينميه ويبقى فاهم ادواته، ما ياخدوش ويبقاش عنده خلفيه فايه يتراجع الاصل او يحصل فيه اي مشكله او يتراجع في قيمته. فمعنى كلمه مستثمر استراتيجي ان هو لازم يجي يكون بالبلدي كده ابن القار اللي انا هشتريه. الاصل اللي اشتراه هو المفروض ينميه. بالظبط، لان هو هيضخ فيه استثمار بالدولار. وبالتالي هيضخ فيه تكنولوجيا اعلى. وبالتالي هتكون في معدات اعلى تزيد من معدلات الانتاجيه، ده هيفيد طبعا في معدل البطاله اللي مازال وظائف مازال ثابت بقاله فتره على 7.2. ده معناه ان احنا الحمد لله ان معليش يعني معنى كده ان ما فقدناش وظائف، ولكن احنا محتاجين ان يكون الرقم ده بيتراجع عشان نقول ان فعلا في خلق وظائف من خلال صحيح الاستثمارات. صحيح. اللي هو المعيار الاساسي لجوده اي استثمار في العالم هو قدرته على اتاحه وظائف. بالظبط.